مدينة مراكش السياحية تضررت مبانيها السكنية ومحلاتها التجارية، خصوصا في المدينة العتيقة. وفي سوق بفتوح يقوم السيد قاسم بحصر حجم الأضرار التي لحقت بمحله التجاري جراء الزلزال في 8 من شتنبر الماضي. ألف بين الله تبارك وتعالى، هذا الشيء كتبه الله تبارك وتعالى والحمد لله، ولكن الحمد لله كل شيء غادي يرجع ثاني كي كان إن شاء الله، ما أحسن إن شاء الله. في ساحة جامع الفناء، القلب النابض لمدينة مراكش، يتوافد أعداد كبيرة من السياح إليها في مساندة وتعاطف مع أهل المدينة الحمراء، فالسياح هم المحرك الاقتصادي الأول للمدينة. حيث أننا قمنا بقافلة تضامنية من مدينة الخميسات اتجاه الأقاليم المتضررة، وكذلك استغلينا الفرصة باش نجيو هنا الأماكن السياحية في مراكش من أجل تشجيع السياحة في هذه المنطقة هذه. جيت بعد الزلزال وكل شيء ماكو، قضاء وقدر، ماكو أي مشاكل، والسواح كلها موجودة هنا والعالم فرحانة هنا بمراكش، والحمد لله وشكر على أي حال. دابا اللي كنتمناه هو نعملوا قافلة تضامنية باش السياح الأجانب يجوا يزوروا هذه المناطق هذه. وبحسب التقديرات الأولية، فإن المغرب في اتجاه أن يؤدي كلفة باهظة الثمن اقتصاديا تقدر ما بين 1.9 مليار يورو، أي ب8% من الناتج الإجمالي الخام المسجل في عام 2022. بشكل تدريجي تعود الحياة الطبيعية إلى العاصمة السياحية مراكش بالرغم من أطار الدمار الذي لحق بالمآثر التاريخية. وإن صمت صوت صخب ساحة جامع الفناء فاحتراما لأرواح الضحايا. إكرام الأزرق، قناة الغد، من ساحة جامع الفناء مراكش.